تنضم إلينا من واشنطن عبر سكايب سيدة روان رجولة، الباحثة السياسية المختصة بشؤون أمريكا والشرق الأوسط. سيدة روان، تداعيات انتقال أو تأخر انتقال السلطة، وإلى أي حد يعرقل عمل الإدارة الجديدة؟ نعم، تحية لك وللمشاهدين. لا أعتقد أن هناك تأخر، بمعنى تأخر نحن ضمن الأجندة يعني السياسية، وهي الانتقال الرسمي للسلطة. نعلم أن هناك تاريخ أساسي يترقبه الكل، على الأقل في واشنطن، الذي هو 6 جانوري، لتأكيد يعني الأصوات أو المجمع الانتخابي. وهناك من يتحدث عن أن الرئيس ترامب ونائب الرئيس بايدن سوف يعني لن يقبل بهذه الأصوات من المجمع الانتخابي، ولكن هذا يبقى شيئا آخر، ولكن محتدم النقاش به. أما عملية الانتقال السلطة، فيجب أن أنوه أو أشير إلى أمر، هو أن الحكومة الفيدرالية تنقسم إلى قسمين، هناك الإدارة السياسية وهناك الموظفون يعني الذين يسمونهم كارير إمبلويز، موظفو الدائمين. وما أشار إليه الرئيس بايدن في خطابه اليوم هو عن عرقلة القيادات السياسية التي هي محسوبة على إدارة ترامب، يعني عدم إعطائه كافة المعلومات، وهذا الأمر يعني يتبع. يعني هذا ما نتحدث عنه سيد روان، تداعيات عدم اكتمال المعلومات لدى بايدن وإدارته ومن عينهم على مستقبل بداية حكمه، يعني الفترة الأولى. هذا أمر طبيعي سيدتي، نحن يعني إدارة ترامب واجهت نفس الأمر، ولكن لم يتم الحديث عنها. الآن الكل تحت الميكروسكوب كما يقولون، ولكن حتى عندما جاء الرئيس ترامب كان هناك تقريبا شهر أو شهرين في عملية إدارة في نقل السلطة ووضع الأشخاص الأساسيين. ما نراه الآن هو يعني أمور تقنية ولا تؤثر بشكل كبير، هم يعني يأخذون كل المعلومات، كما أنه أشار يعني وتحسب له الرئيس نائب الرئيس بايدن أنه تحدث عن تفجير ناشفيل في الوقت الذي لم يتحدث به الرئيس ترامب إلى الآن. لديهم كل المعلومات وكل يعني كل التفاصيل. ما نراه الآن هو نوع من ردة الفعل لما يتحدث عنه الرئيس ترامب بخصوص 6 يناير. هي حركة سياسية لا أكثر. وفقا لخطاب بايدن، ما هي الخطوط العريضة التي أرساها فيما يتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية، وهل سنشهد تغيرا في هذه السياسات أم أن الفكر الأمريكي لا يتغير بتغير الرؤساء؟ صحيح، سؤال جيد. هناك نوعان، ما تحدث عنه الرئيس أو نائب الرئيس بايدن، الرئيس المنتخب بايدن، هو أن هناك يعني الخطوط العريضة فيما يتعلق بالصين مثلا، الاقتصاد والتجارة مع الصين، سوف يكون هناك نهج يعني جدي ومقاوم للصين، وتحدث عن تهديد المناخ، يعني التغير في المناخ. ولكن فيما يتعلق بالملف الإدارة أو السياسة الخارجية، على الأخص فيما يتعلق بالشرق الأوسط، لا أعتقد أننا سوف نرى تغيرا كبيرا في هذا الموضوع فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما يخص عمليات التطبيع أو عمليات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، وأيضا ملف إيران. قد يذهب أو على الأغلب قد يذهب الرئيس المنتخب بايدن إلى إعادة تفاوض أو إعادة الاتفاق النووي الإيراني، ولكن بالشكل الكبير داخليا التركيز هو على الكورونا ومكافحة يعني السايبر أو الهجوم السبرانية، كانت أحد أهم النقاط التي أشار إليها على الوضع الداخلي. نعم، هنا يعني ربما طرقت على الوتر في هذا السؤال. بايدن قال يجب أن نكون جاهزين لأي هجوم إلكتروني، وهو ما يعكس انتقاده لإدارة ترامب. كيف سيتعامل بايدن مع هذا الملف الذي على ما يبدو أنه لا يثير إعجابه فيما يتعلق بأداء ترامب؟ نعم، هذا صحيح. تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من يعني قصور أو ضعف في مواجهة الهجمات السبرانية والهجمات الإلكترونية، وهي لم تأتي من خلال الرئيس ترامب، ولكن قبلها يعني تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم على قاعدة البيانات المختصة بموظفين الحكومة الفيدرالية في عام 2015 من الصين. ولكن الأمر الأساسي هو لا يوجد هنا قوانين أقرت من قبل الكونغرس لتعريف ما هو الهجوم السبراني وكيفية التعاطي معه. لذلك هو قال في خطابه اليوم يجب أن نردم الهوى بين وضعنا الحالي وما يجب أن نكون عليه. الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الهجمات السبرانية والهجومات الإلكترونية التي تعرضت لها
عدة وزارات وأيضا عدة فريقات خاصة تتعاقد مع الحكومة الفيدرالية هي فعلا تهديد، وحتى أنه هجوم على ناشفيل أو تفجير الذي حدث في ناشفيل يتحدث الكثير على أنه قد يكون هجوم استهدف الـ AT&T شركة اتصالات تحوي العديد من السيرفرات التي تخدم بشكل أو بآخر المباني الحكومية الموجودة في ناشفيل، ومنها الـ IRS هيئة الضرائب الحكومية الأمريكية. شكرا جزيلا لك من واشنطن، كنت معنا عبر سكايب روان رجولة الباحثة السياسية المختصة بشؤون أمريكا والشرق الأوسط.